اتلتيكو مدريد يشكو الزمالك للفيفا، الكلام ده معرفش اقرا لحضرتك الخبر وتقول لي هل هو صحيح ام غير صحيح. فسخ نادي الزمالك العقد المبرم بينه وبين وكاله المعارف لرعايه الوكاله لاحتفالات النادي بمرور 100 عام على انشائه بسبب فشل الوكاله في التعاقد مع اي فريق من الفرق الاوروبيه الكبرى لخوض مباراه مع الزمالك. وكانت الوكاله قد تعاقدت مع نادي اتلتيكو مدريد لخوض مباراه امام الزمالك احد ايام 10 أو 11 نوفمبر مقابل الحصول على 300,000 يورو، إلا أن فسخ الزمالك لتعاقده مع الوكالة يعني إلغاء المباراة، وهو ما رفضه النادي الأسباني والذي أرسل تهديدا للزمالك بالشكوى للفيفا في حالة عدم إقامة المباراة في موعدها. والله شوف، عارف القضية اتقلبت من بعد ما كان احنا مجني علينا، أصبحنا احنا المتهمين. هل الكلام ده صحيح فعلا؟ أتلتيكو مدريد بعد ما فيش حاجة قالت لنا من أتلتيكو مدريد ولا أي حاجة، لكن دار المعارف حددت لنا مواعيد، حددت لنا اتفاقيات وكل حاجه، ولم يتم الالتزام. وكان في قاعده اخرانيه في داخل النادي، وقال رئيس مجلس اداره دار المعارف ومعاه اللي هو الاستاذ محمد اللي هو اللي بيعمل من الباطن على اساس الجلب بتاعه، لم نلتزم باي شيء. يعني ايه يعمل، يعني ايه بيعمل من الباطن؟ والمفروض ده الزمالك يعمل مع حد من الباطن ولا ايه؟ احنا لكن احنا بس متمسكين بالعمل العقد معانا مع دار المعارف. دار المعارف، ما انت حضرتك مالكش دعوه بالباطن خالص بقى. ماليش دعوه بيه، بس هو اللي بيحضر معاهم. هو بيحضر معاهم. لكن كل التقصير مش في نادي الزمالك، ولكن التقصير راجع لدار المعارف، وعندنا الاسباب وعندنا كل حاجه، واحنا قلنا الكلام ده مش هينفع لان في مواعيد، وانت شايف الناس عماله تنقضنا لعدم عمل المباراه. مره نقول هنجيب ريال مدريد، مره نقول هنجيب كذا، مره كذا، فحصل خلط كتير قوي، وبالتالي احنا مختلفين حتى على العمدان اللي هم موجودين في داخل النادي عشان الاعلانات، متفقين على اساس ان العمدان دي تدي التصوير في داخل النادي جوه، لكن اتعمل بطريقه انه يدي في الشارع، ودي مخالفه خارجه عن الاتفاق اللي تم. ترتب مسؤوليه كمان. طب انا يعني لو حضرتك لك رغبه انك تبقى معانا على الخط ومعانا الاستاذ سعد انا اقبلها، لو لحضرتك مش عايز. لا لا مفيش حاجه ارد عليه، ما هو كان لسه قاعد معايا قريب. طب جميل، استاذ محمد سعد معايا على التليفون من الوكاله اللي بتتعامل مع دار المعارف او المتعاقده مع نادي الزمالك. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا كابتن مجدي، ازي حضرتك؟ يعني حضرتك معرفش رايك ايه مع الكلام اللي بيقولوا هناك بعض المخالفات اللي انتوا ارتكبتوها كدار معارف او انتوا كوكاله موقعه مع دار المعارف، وبالتالي نادي الزمالك بيفسخ العقد ومفيش اي شروط او مفيش اي غرامات على نادي الزمالك نتيجه انتوا اللي اخليتوا، لان انتوا لم تاتوا بالمباراه ما نفذتوش الكلام اللي موجود في العقد. ايه علاقه الشاشه بالمباراه؟ الشاشه موضوع والمباراه موضوع، انا مش عارف ليه المواضيع دخلت في بعضها ليه؟ موضوع الشاشه ده موضوع وقعدنا مع السياده المستشار جلال ومع الدكتور اسامه المليجي وتم التوصل لحلول فيه وانتهينا منه يعني. ما هو واضح ان ما انتهيتوش منه، بدليل ان السيد مستشار بيذكره في حيثياته لفسخ التعاقد، لان بالفعل لا 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 هو ملوش علاقه بالتعاقد المئويه، هو موضوع الشاشه ده موضوع منفصل تماما، احنا كان في خلاف وجهات النظر، احنا كنا معتقدين ان الاتفاق كان تبقى الشاشه لبره، مجلس الاداره نادي الزمالك كان معتقد انها لجوه. مش مكتوب داخل العقد، مش مكتوب داخل العقد لبره او لجوه، مش مكتوبه. لا لا يا دكتور، كان في خلاف. هترد يا سياده المستشار، حضرتك هتقول كل اللي حضرتك عايزه، وعشان كده انا عايزك على التليفون عشان ترد يا فندم. وقعدنا مع سياده المستشار جلال، وقعدنا مع اللي هو اسامه الدكتور اسامه المليجي، وتوصلنا الحل ان احنا نشيل الشاشه اللي هي لبره ونركب. طب حل ايه؟ حل ايه اذا كان الماتش اللي انتم متفقين عليه ما اتعملش، وفي نفس الوقت نادي الزمالك خلاص في طريقه لفسخ العقد ده، نادي الزمالك مش عايز العقد اصلا. يا كابتن مجدي، ازاي اذا كان انا النهارده مبلغني الدكتور شيرين بان في اجتماع النهارده مع مندوبين من بره عشان موضوع الماتش؟ نادي الزمالك بيسعى جاهدا انه يعمل ماتش، سواء عملته دار المعارف، عملته غير دار المعارف، نادي الزمالك بيسعى انه يعمل ماتش، وده حقه. عشان انا مش عايز يتعامل معاكوا عشان انتوا ما عرفتوش تجيبوا له الماتش في الميعاد. لا لا ما اعتقدش ده، ما اعتقدش. طب سياده المستشار. لا لا يا استاذ محمد. طب سياده المستشار اتفضل. يا سياده المستشار، سياده المستشار ازاي؟ قعدت معانا جلسه مطوله وجبت أيوة لك العقد واثبت العقد انك انت ليس لك الحق انك انت تعمل العمود ده دي بره، وفنت لك البنود اللي موجوده في العقد انا والدكتور اسامه المليجي. قلنا ثانيه واحده يا استاذ محمد سعد، لو سمحت ادي الفرصه كامله لسياده المستشار.
بعد اذنك. النصوص اللي مكتوب بيها العقد موضحه كل حاجه، وان اللي اتعمل ده غلط. ده بالنسبه للبانوراما دي. بالنسبه للماتش احنا بقالنا مده كبيره جدا منتظرين تنفيذ الاتفاق على المباراه. الناس قالت وشنا ان احنا ما عملناش المباراه المئويه. يعني مش التقصير مننا احنا، التقصير منك انتوا اللي بتتفقوا مع الفرقه اللي بره والجبوع. طب سياده المستشار، انتوا بالفعل خدتوا قرار فسخ العقد خلاص؟ لا لسه ما خدناش قرار. يعني النهارده في اجتماع تاخدوا فيه قرار؟ لا ما فيش اي حاجه لسه. يعني طب بيقول النهارده في لقاء مع الدكتور شيرين، وكان الاجتماع كان موجود الاستاذ محمد معانا والدكتور شيرين وانا والدكتور اسامه، وفندنا كل حاجه قدام الدكتور. خلاص انت بتتكلم كلام واعتقد برضو الاستاذ محمد يرد، لكن حضرتك بتتكلم في كلام قانوني انا موجود في العقد وفندت له ان هناك اخطاء يعني كان المفروض ان يتم تداركها طبقا لبنود العقد، لكن عايز اقول هناك اتجاه داخل مجلس اداره نادي الزمالك بفسخ العقد. لا نتمنى ان هو يلتزم، بس ان احنا نلتزم بتنفيذ. طب ايه اللي حضرتك طالبه منه، الالتزام اللي حضرتك طالبه منه او التنفيذ المباراه وتجيب لنا العقد مع الجهه مع الفريق الاجنبي اللي هيجي يلعب تنانو والمعاد اللي تقدر تجي فيه. يعني احنا منتظرين هو ينفذ. حلو، الميعاد ده امتى يا فندم؟ اظن كان في شهر 11. يعني اذا ما جابش الفرقه في شهر 11 وما جابش تعاقد مع الفرقه في شهر 11 انتوا هتاخدوا اجراءات فسخ التعاقد. ده لازم يجيب لنا العقد اللي مع الفرقه يعني قريب. طيب احنا بنقول استاذ محمد سعد، انت حضرتك مضيت مع اتلتيكو مدريد بالفعل؟ لا لسه يا كابتن، لسه يا كابتن. انت دلوقتي احنا كان في كذا فرقه طبعا كانت مرشحه، وطبعا دايما بتحصل حاجات. يعني انت حتى حضرتك لو سمعت الدكتور عبد الله جورج امبارح في مداخله تلفزيونيه مع احد القنوات، الراجل قال بنفسه ان احنا تعاقدنا دار المعارف ساعت واحنا سعينا وعملنا كتير مع فرق اتفاقات، بس تيجي تحصل ظروف بتغير الموضوع. من حق نادي الزمالك انه يتمسك بان كل ماتش في مئويته، ده من حقه تماما. واحنا ما قصرناش ان احنا نجلب ماتش، بس دايما الظروف الداخليه بتعكسنا، بتعكس وجهه نظرنا او يعني بتكون لا. هو الموضوع دوت سيادة المستشار لن ينظر له في وجهه نظري الشخصيه. الظروف الداخليه ايه والحاجات دي احنا اتفقنا على نصوص معينه واتفاق معين. احنا يا كابتن مجدي ايوه الظروف احنا قعدنا مع سيادة المستشار احنا قعدنا مع سيادة المستشار من كام يوم. وسيادة المستشار طبعا عارف تماما ان احنا بنكن له وبنكن المجلس الاداره كل حب وتقدير، واعتقد ان هو برضه من ناحيتنا مفيش اي حاجه، واتفقنا ان احنا هنسعى جاهدين ان احنا نعمل ماتش لان ده حق نادي الزمالك ولازم نادي الزمالك في مقاوله. يبقى ما نخلصه من هذه المكالمه انك عندك فرصه. لان انا قلت لسياده المستشار كده عارف يا دكتور مصطفى، عارف يا دكتور مجدي. ايوه يا فندم اتفضل. يعني شوف كلامه كله هنسعى هنعمل، يعني ما فيش خطوات ايجابيه لغايه دلوقتي. انا ما خلصت بيه. شف من الكلام ان ما فيش اي خطوات ايجابيه بعد القعده حتى اللي قعدناها من حوالي 10 ايام. سياده المستشار انا بوجهه نظري ما خلصت بيه من وجهه نظر حضرتك، وما يقال ان حضرتك مدي فرصه لحد شهر 11، لو لم ياتي بتاتي الوكاله او ياتي دار المعارف بمباراه نادي الزمالك عقدها على الاقل يبقى قبلها ب 20 يوم بشهر، عشان يبقى نادي الزمالك بيرتب اموره. استعداد مباراه. نعم يا فندم؟ عشان الاستعداد للمباراه. عشان الاستعداد للمباراه، معنى كده ان انتوا هتاخدوا اجراءاتكم في فسخ العقد مع الوكاله، لكن عايز اقول مش كل ده وقت ضايع يا سياده المستشار. طبعا هو مين اللي ضيع لنا الوقت؟ تنفيذ الالتزام في مواعيده. مش احنا السبب، والناس بتعيب علينا انتوا ما عملتوش حاجه لغايه دلوقتي. بنضطر دلوقتي نتفق مع ناس ثانيه. طب لازم نعمل مباراه. لازم نعمل يا كابتن مستشار، يا كابتن مجدي اتفضل اتفضل. انا بعد القعده اللي قعدناها مع سياده المستشار ومجلس اداره الزمالك ومجلس اداره دار المعارف واتكلمنا واتفقنا، نتيجه القعده دي ان في اجتماع النهارده بيننا وبين مع الكابتن شيرين والمفوض من اتلتيكو مدريد. بس انا قلت لسياده المستشار في الاجتماع وبقول له ثاني دلوقتي، يا سياده المستشار من يلومك في تاخير الماتش السنه دي بالذات؟ اللي يلومك في تاخير الماتش يبقى انسان مش عايش في مصر. لا هو بيتكلم على ان المئويه جت السنه دي برغم كل الظروف والعكوسات، الا ان المئويه السنه دي لو تم تاجيل المباراه للموسم القادم فيبقى المئويه راحت، تبقى مباراه وديه فقط بين نادي الزمالك وبين اي حد. وللاسف نادي الزمالك لم يعمل المئويه التي تليق باسم نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك اللي احنا شايفينها قدامنا على الشاشه دي، اللي راح عيني يعني متكبده كل شيء عشان تشجع نادي الزمالك وهتموت على ان نادي الزمالك ياخد بطوله السنه دي باذن الله.
فيعني واحنا لا تاخرنا ولا هنتاخر يا كابتن. طب لو اتفسخ العقد يا استاذ محمد تخسر كام او يبقى خسارتك قد ايه في الموضوع؟ والله دي بقى يدرسوها القانونيين بقى مع بعض. عندك انت تخسر. لا هم بقى اللي القانونيين يدرسوا الكلام ده مع بعض، ممكن ما نخسرش حاجه. يعني انت في فلوس تكبتها، عندك مصاريف صرفتها؟ طبعا اكيد طبعا، عملنا حفل تكريم الرموز، كان حفل جامد. كان اتكلف كام؟ اتكلف كام تقريبا؟ يعني حفل تكريم الرموز مش اقل من 250 220 الف، من 220 ل 250 الف جنيه. دول انت في حاله الفسخ هتطالب بيهم؟ لا كابتن مجدي اتفضل يا فندم. مصر كلها معمول فيها اعلانات دعايه عشان باسم المقاويه، ومكتوب فيها دعايات لحاجات ثانيه. ده احنا اصل الكلام كده ما ينفعش كده، الا اذا كنت عشت معانا على النصوص المكتوبه وايه الشروط الجزائيه وكل حاجه. احنا قدام برضه جماهير عريضه منتظره مننا احتفال بالمقاويه. مع احترامي للاستاذ محمد، هو راجل فاضل ومحترم، لكن هناك تقصير وهناك تقصير. هناك التقصير من عندك يا استاذ محمد. لا هو بس يعني يمكن خلاف بس في وجهه نظر الاستاذ المستشار في الواقع اللي احنا عايشينه بيننا وبينه. هو طبعا حقه. هل في حد يا استاذ محمد طلب منك اي مبالغ او حاجه؟ ما اعرفش طبعا، بعيدا عن المستشار جلال ده شخصيا. لا ما فيش اي حاجه زي خالص. بالنسبه ليه؟ بالنسبه ليه يا كابتن مجد؟ لا ما اعرفش، ما في كلام بيتقال يعني في لا ما فيش كلام. ايه كده كلام ايه؟ من المطربين من المطربين طبعا بيطلبوا مبالغ حقهم برضه. انت متفق متعاقد مع مطربين؟ لا حقهم برضه، انما الزمالك لا ما بتكلمش عن ناس الزمالك. انا اسف هم اللي بيدونا فلوس. لا يا ريس، لا انا اسف لا ما اقدرش ولا اجرؤ ان اتكلم على انا بتكلم على المطربين اللي انت متعاقد معاهم. طبعا واخدين فلوس بس لمقاوية نادي الزمالك. انت اخدوا منك فلوس؟ لا هو في طبعا، انا طبعا شركتي يا كابتن مجدي ليها الحق في تنظيم حفلات سواء بالمقاوية او بغيرها. فحتى لو يعني مش دول المفروض انهم هيتطوعوا للغناء لنادي الزمالك؟ يعني اعلنوا انهم هيتطوعوا؟ لا تطوع، مفيش تطوع غير في الهلال الاحمر يا كابتن مجدي. مفيش تطوع. التطوع يعني معنى كده ان كل من سيقوم اذا تمت الاتفاق مع نادي الزمالك وانت حضرتك موجود، كل اللي هيقوم يعني يغني في الحفل بتاع نادي الزمالك هيكون مدفوع الاجر، ما حدش فيه متطوع. مدفوع الاجر كانها حفله عاديه جدا ملهاش علاقه بالمقاويه. تمام. كنت مرشح مين يا استاذ محمد يغني في احنا كان هم الزمالك كان عنده اتجاه قوي لمحمد منير. اوكي، ومين تاني؟ وهاني شاكر. في حد تاني؟ ده كان الاتجاه القوي من ناحيه مجلس اداره نادي الزمالك، وسعوا وكلموهم وعملوا اتصال بيني وبينهم عن طريق الدكتور شيرين. واتكلمت مع الاستاذ محمد منير، والمفروض هنقعد قريب مع بعض، ويعني في الاتجاه ده يا الاستاذ محمد منير يا هاني شاكر. طيب استاذ محمد سعد، انا بشكرك، سياده المستشار بشكرك. خد بالك استاذ محمد، انت عندك مهله تقريبا تخش لها في حدود 15 يوم، والا نادي الزمالك هياخد اجراء مع حضرتك بفسخ التعاقد لعدم الوفاء بشروط